إن بعض الشباب يسوقون سياراتهم بطريقة غير صحيحة. أفلام الرعب لا تقتصر على هوليوود فقط، وإنما المراسلة حلا عبد الهادي اخترعت نوعا جديدا منها. بوووو مشاهدينا الكرام. وكذلك بين الصعد والسعد كانت النهاية. من خلال صعد. سمير الحميدي الذي كان جهاز سونار قد وقف حائلا أمامه وجعله يعيد الكلام من جديد. مشاهدينا الكرام السلام عليكم. اليوم احنا بالسيطرة اللي موجودة بعد أن يتم من جديد. الازدحامات أثرت عليه وارتفاع درجات الحرارة فجعلته تفتيش السونار. يلا. وكذلك بين الفرحة والفرعة حرف واحد. هل هلال العيد ولبس الأطفال كل ما هو جديد، فهم يلعبون ويفرعون. بعد أن سلمه بيد الله غنى له المراسل غزوان شاكر. سلمتك بيد الله جاهز. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. موضوع جديد راح نسلط الضوء. تيكتو ماشي يلا. وأنا ما أريد بسريع هيك. هو المراسل الأكثر عرضة للمواقف التي تعترضه أثناء خاتمة التقرير مناف الموسوي، ولكن بها فوائد معنوية. تيكتو ها ايش فيك تضحك؟ بعدم ها؟ ولد لا تشلف رحمة الواجب. ما راح تجي الفوائد طبعا، وخاصة الأطفال في عيد الفطر المبارك. إذن كل عام بخير. وين ما أقول اسمي ليه؟ على تشويهه مناف الموسوي. ليش يا حجي ليش؟ جاهز حسين؟ نسم علينا الهوى من مفرق الواد. اي والله يا اخوي جو كلش حار. جاهز حسين؟ لا الحزن يعيد ما فات ولا الهم يصلح الاخطاء، لذلك نجد اغلب المراسلين يطلقون الابتسامه لاخطائهم اثناء وقوفهم والتحدث امام الكاميرا. لقناه العراقيه عادل جبار بغداد. مشاهدينا الكرام نتمنى أنه استمتعتوا ويانا بكواليس عمل المراسلين. شكراً عادل جبار، بالفعل كنت شارلوك هولمز المراسلين اليوم. ما أعرف من يمكن دورت هاي الأخطاء والكواليس اللي تخص المراسلين، جهود مبذولة. عبد الحسن اليوم ويانا حضرنا مفاجأة حلوة هم للمراسلين. آن لا أباوع هو راسم واحد من المراسلين. إيش معنى راسم غزوان؟ نفس البوكلة. يعني ترجمة بصراحة عمل المراسلين يعني جهد وتعب أنتم تقومون به. يعني بصراحة مشكورين. يعني مثل سباق وماراثون قفز الحواجز. يعني بصراحة سبق صحفي والخطورة بالفعل. يعني أنتم تتجاوزون هو شغلات وهاي هو المراسل العراقي اللي وأخيرا فرح كيف حصل تقرير ورجع. حصل تقرير يعني فاز بالتقرير يعني المراسل العراقي بالفعل. يعني المراسل لحد ما يكمل تقريره يمكن آن تعرف أقرب العملنا إلى أن يخلص التقرير فتلقين قلبه حظا. مراحل أتمنى كل التوفيق لزملائنا المراسلين. نعم شكرا جزيلا لكم. بس هو أكو شنو حتى بالتقرير يعني أخطاء المراسلين كواليس المراسلين كواليس المراسلين ماكو مراسلات مو لغويا مراسلين ترها مراسلات مراسلين ومراسلات بس لا شفت مواهب حلا بالرعب رهيبة أنا عايشتها هسه أنا خايف. نعم اذا شكرا لكم زملائي فعلا كان تقرير جدا جميل. شكرا لك يا عادل جبار على هذا التقرير كان ختامها مسك. نعم ومشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا واكيد كان ختامها مسك. اترك الختام الى أبي. شكرا جزيلا لك.